هنا السوق حافلة بكل معروضاتها، فأغلبها صناعات يدوية يشتهر بها أهالي مدينة نابل التونسية. هنا تجد تشكيلات من منتجات الجلود وطاولات لعرض جميع أنواع البهارات بألوانها المختلفة، إضافة إلى الأنسجة المتنوعة. أما مجموعات الخزف المعروضة بهذه السوق فهي استثنائية الشكل واللون، جذبت عدسة كاميراتنا لتتبع مراحل صنع هذه الأدوات التي لا غنى عنها في أي بيت تونسي. محافظة نابل أو نيابوليس الرومانية عرفت منذ القديم بصناعة الفخار أو الخزف دون انقطاع إلى يومنا هذا، نظراً لتوفر مساحات شاسعة من طبقات الطين الطبيعي بالمنطقة. فليس من الغريب إذن أن نجد أكثر من 9000 حرفي يمتهن صناعة الفخار في نابل. الفخاخري كما يدعى في نابل، أي من احترف صناعة الفخار، يتم توارثها في الأغلب أبا عن جد، فسامي وهشام هما أخوين اختارا المضي في هذا الطريق أسوة بكبار العائلة ليؤسس كل منهما مشروعه الخاص، لكنهما لا يختلفان في حبهما لهذه الحرفة، فالشغف هو سر تمسكهما بالجلوس لساعات وراء المعون، أي آلة تمليس الطين. أول حاجة احنا أب عن جد، عندي عمي أنا كان يملز كيفي أنا هكا، وبعدك تعلم وأنا صغير عمري 15 16 سنة هكاك تعلمت وحداه، مش أنا برك، أنا وعندي زوز إخواتي أخرى ثلاثة بعض عمي، وبعد كبرنا شوية كل تعلمنا لقينا رواحنا نجمو نخدمو خدمنا وحدنا. بديت الصنعة هذيا مالي عمري 15 سنة، تعلمت على عموماتي، تعلمت على العائلة بصفة عامة، وبدينا قصدنا ربي والحمد لله، وقعدنا عامين ثلاثة نتعلموا، وبعدك تبارك الله مشات الخدمة في دينا ولينا نجمو نقولوا صناعي. في نابل صناعة الفخار تمر بعدة مراحل من عجن طين وتشكيله وإنضاجه وتزويقه، يشرف عليها عديد الأشخاص لكل اختصاصه، لذا قلما نجد ورشات تجمع كل هذه المراحل. في بحثنا عثرنا على أحد حرفي التزويق عماد، وهو شاب مجتهد طور نفسه وأصبح له طابعه الخاص داخل وخارج البلاد. فوراء جدران هذا البيت أقام عماد ورشته الثرية بأعمال تزويقية للفخار، أقل ما يقال عنها لوحات فنية تبهر الناظر إليها. أنا الساعة عندي قرب 27 سنة تو في السنة، لكن وقتاش بدأ الفكرة اللي باش نتطور كيف الفخار، ولا باش نعمل قلمة كي خاص بي ولا كذا، بعد 10-15 سنة خدمة خممت كي باش نخدم وحدي. أنامل المرأة التونسية تضع بصمتها في هذه الأعمال لتميزها بذوق رفيع في دمج الألوان وإنهاء الخطوط العريضة لعملية تزويق الخزف التي تضم في حد ذاتها عديد المراحل كما يفسرها عماد. قطعة ذي نفيلوها لهنا على الترنيطة، ومن بعد نرشموها بيدينا، ثم رشام وثم لوان وثم غطاس وثم ليتم، فهمني؟ هذوما المراحل متاع بعد الطفل، راهو بعد ما انتم مشيتوا يعني شفتوا كيفاش تبدا يتفل وتخرج كاي شوات، ثم يجي 5 أو 6 مراحل اخرين. ربما هي ادوات بسيطة بألوانها الزاهية تزين كل مكان، لكن وراء كل قطعة تعب وجهد حرفي برتبة فنان أمضى أوقات طويلة من يومه في تشكيل خزفيات وتزويقها لتسر نظرك وتلبي حاجياتك وتدفعك لاقتنائها لروعة زخرفتها.